الموجز من كاب 24. أهلا بكم. عبر المجلس العلمي المحلي لعمل تسخيرة تمارا عن استنكاره لما نشره شخص ينتسب للمغرب من القول المنكر بأن إحراق المصحف الشريف الذي ارتكب في دولة أجنبية أمر لا يستدعي التنديد وليس جريمة ما دام لم يقترن بقتل. وذكر بلاغ للمجلس اليوم الاثنين أنه أمام هذه الدناءة الفكرية يتوجه هذا المجلس إلى عموم الناس من ذوي الفهم السليم والضمير السوي المتشبع بشعور الغيرة الروحية على حرمة كتاب الله ليشاركهم الاستنكار لهذه الجرأة وطمأنتهم بأن مثل هذا الادعاء الشنيع يصادم السياسة الوطنية التي استنكرت ما وقع من إحراق المصحف في بلد أجنبي. أقدم شاب في الثلاثينيات من عمره على إزاق روح والدته صباح اليوم الاثنين بجمعة أربعاء الساحل تابعة ترابية لإقليم تيزنيت. وحسب مصادر محلية فإن الجاني وبعد عودته مؤخرا من مدينة طنجة لقضاء عطلة عيد الأضحى بمنزل عائلته بالمنطقة المذكورة عمد إلى وضع حد لحياة أمه خنقا. المصادر أضافت أن المعني بالأمر أصاب نفسه بسلاح الأبيض على مستوى الصدر سعياً منه لتضليل العناصر الأمنية التي وصلت لمكان الواقعة المأساوية. هذا وأمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثة الهالكة لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الأول قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاتها، فيما تم وضع الفاعل تحت تدابير المراقبة القضائية المستشفى نفسه إلى حين تماثله للشفاء من أجل التحقق والتحقيق معه في المسؤول عنه. قتل رجل إطفاء واعتقل 157 شخصا مساء أمس الأحد على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المدن الفرنسية منذ 6 أيام احتجاجا على مقتل فتى يدعى نائل برصاص الشرطة، في حين بدأت تجمعات تتشكل اليوم الاثنين أمام بلديات فرنسا بعد محاولة استهداف منزل رئيس بلدية نانتير حيث قتل النائل رغم الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد أمس الأحد. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دراماتان على تويتر إن رجل إطفاء ذو 24 عاما لقي مصرعه أثناء محاولة السيطرة على حريق اندلع في مرآب للسيارات بالعاصمة باريس. وأضاف أن رجل الإطفاء توفي مساء أمس الأحد رغم تدخل عناصر من فرق الإطفاء لإنقاذه. في أول تعليق لها بعد تداول خبر انفصالها عن زوجها حارس المنتخب الوطني ونادي إشبيلية الإسباني ياسين بونو، حذرت إيمان من حسابات وهمية تنتحل صفتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وقالت زوجة عريني أسود الأطلس في تدوينة نشرتها على خاصية ستوري بحسابها الشخصي على إنستغرام باللغة الإنجليزية: هذا هو حساب الوحيد، أي حسابات أخرى تنشر صوري أو معلومات ليس لدي أي علاقة بها، شكراً. وتأتي تدوينة إيمان عقب قيامها بحذف الصور التي تجمعها مع زوجها على إنستغرام وكذا إلغاء متابعة حسابه بذات الموقع، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين محبي الحارس المغربي وزوجته وتكهنات بشأن حدوث انفصال بينهما، علماً أن بونو لم يعلق على الموضوع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.